علي علي يا علي يا علي علي. ماما سيبيني انام عشان تعبانه. ماما قوم يا علي قوم عشان انا عايزه افطر. ما تفطر يا ماما، حد حيشك؟ مفيش حد يحضر لي الفطار. الطبيعي يا ماما ان الام بتحضر الفطار لابنها، مش شايفه ان ده وضع غريب شويه؟ ده كان زمان يا حبيبي وانت صغير، دلوقتي انت اللي تقوم تحضر لي الفطار. ثم ان مفيش حد في البيت هنا عشان يحضرهولي، ولادك راحوا المدرسه وانجي راحت الشغل. وانا تعبان وانا جعانه وانا مالي يا ماما؟ انت سايبه الشقه اللي عندك فوق ديت علشان خاطر تيجي تساعديني في طلبات ايجي، ولا عشان اساعدك انتوا الاثنين؟ الله، معقول يعني انت عايزني اسيبك هنا واطلع اقعد فوق عشان ترتاحي وارتاح انا شويه؟ ما يصحش يا علي، ثم ان ابو انجي. ماما مش قلنا نبطل شتيمه بقى لو سمحتي؟ يا ولد شتيمه ايه؟ انا عايزه اقول لك ان ابو انجي لما يجي هيتضايق جدا لما يلاقيني انا مش موجوده بساعد انجي في حملها. الحمد لله اهي جت من عند ربنا. قوم بقى عشان تفتح الباب. يعني لما قلتلكيش ان انا تعبان كنت عملت ايه يا ماما؟ اقوم افتح الباب كمان؟ كنت هسيب اللي يرن يرن. يلا يلا حبيبي. بقول لك ايه ماما، انت بقيتي عنيفه فحت. ايوه ما انا بلعب كاراتيه في النادي دلوقتي. انت وانت بتفتح الباب تعدي على المطبخ وتحضر لي الفطار، فاهم ولا لا؟ صبرني يا رب. يلا فطار وغدا وعشاء. ماما ده انت لو في فندق 5 نجوم مش هتعملي كده. طيب يلا على الباب. اهلا يا عمي، الحمد لله على السلامه، نورت. سلامتك انت يا علي، انجي قالت لي ان انت تعبان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الف لمزه عليك يا استاذ علي، الف سلامه، زعلت عليك والله العظيم. كويس انك جيت لوحدك يا عم عشان تبقى خفيف على الطريق.